هيمب اويل موضوعنا اليوم مع مارك بيروتي او شانفر بالفرنساوي. صباح الخير مارك. هاي ستيف. هلا عم نلاقي هيمب اويل بالاسواق ومش الكل بيعرفوا شو الهيمب اويل ولا انا بعرف كثير عن الهيمب اويل. طلبت منك تعمل هالحلقه ثانكس لانه عم تعملها لما انا اكون معك. بدنا نتعرف اكثر على هالاويل وعلى المنافع وهيك ونحن نتعرف على البلانت كمان. صح، رح نبلش نتعرف بالاول على البلانت. هلا عملنا نحن قصد ما نقول اسمها بالعربي، ما رح نحكي اسمه بالعربي، رح نقول انه بعتولها بالعربي انبوز. هذا من هي نتاليا فهمكم كفايه. هلا من الورقه لما نحطها اللي بيعرف شو هي نحن ما خصنا، بس انه لانه هيدا نبته يعني عندها سيت بشع، بس نفس الوقت هي من اهم النباتات بالعالم لانه الهامب هي نبته فيها تستعمل اوقات لاشياء ضاره، بس كمان منافعها الطبيه كثير قويه، مش بس طبيه. رح نشوف لما نحط صور، في حاليا اكثر من 40,000 برودكت بالعالم، من حبال لكتب لاوقات حتى بالكونستراكشن معمولين من هالنبته. فنحن اليوم رح نركز قد ما فينا على البذر تبعها وعلى الاويل تبعها. بس رح نبلش نتعرف عليها ونفرج الصور لنشوف شو هي اللي بسموها الشانفر بالفرنساوي. عم نشوفها قدامنا يلي عمليا فيها تنزرع، يعني اكيد كيف تنزرع هي معروف انه في منها انثى وذكر، دونك هون عم نشوفها كيف بتكون. هون مبين كمان الانثى والذكر كيف بيكونوا، بتنزرع اكيد بكميات كثير كبيره. من بعد ما تنزرع هيك عم شوف هون، بعدين في شغله هون رحت صوره تتعرف شغله هي مهمه. هيدي الصوره عم نشوفها من هالورقه فينا نعمل كل هالبرودكتس. اذا بتطلعي فيها مثلا في اوقات تكون اكل للناس، فيها تصير زيت، فيها عم نطلع يعني اذا واحد بده يسمي 40,000 برودكت بتستعمل انبوز للعصفور 100%. رح بلش انا بهذا الشيء اللي انت عم تقولي يلي هو الانبوز للعصفور، بس قبل بدي بقول شغله صغيره. ليه بنزرع نحن هيدا النبته؟ ليه بغنوا كل الوقت العصافير؟ هلا بنفهم ليه بنزرع، يعني ليه عندنا زراعات شاسعه منها. لانه غير انه هي في عندها استعمالات جدا كبيره مثل هال 40,000 شغله بتنعمل منها، هي كزراعة كتير منيحة للبيئة. يعني ليش محبس تنزرع؟ لانه اولا اذا قارنا مثلا مع القطن بياخذ كثير مي، بياخذ كثير بيستسايد. الهامب او الشانف لما بينزرع تقريبا بيسقوه مره او مرتين، ما بدها مبيدات، ما بدها كمان كيماوي، سريعه جدا. فمشان هيك كل الخبر عاده بحبزوا انه تنزرع حاليا مثلا بالجينزات اللي بنلبسهم ثلاث ارباعهم فيهم قطن، والقطن هي شيء كثير ملوث. هلا عم بينصحوا انه ينعمل من هيدي النبته بينعمل فايبرز. هلا لو اذا في وقت اليوم كملهم، ما في وقت نعمل حلقه ثانيه، زيتنا وتيابنا وبوتاتنا عم بيصيروا منه. هيدا الشغله كثير هلا ترند قويه. المشكل هو انه كيف تقدري تحصري انه يستعملوا هيك اشياء، ما رح نفوت هلا بالموضوع. رح نروح ديركت على البذر تبعه اللي كنا عم نحكي عنه اللي بسموه، فينا نلاقي كثير ماركات ببيعوا حاليا جراند دو شانفر اسمها بكون، او هامب سيدز يعني. هيدا عم نشوفها، هيدا النبته عم نشوف البذر قدامنا اللي هو اكيد كثير مهم، فيه فوائد جدا منيحه احسن من الصويا بكثير مطارح. كثير مهم يعني لما يستعمل وهيك بينباع ستيفاني. يعني هالجراند دو شانفر عم نشوفهم قدامنا بينباعوا كبذر، هن زيتهم انبوز العصفور، بس مش نجيب انبوز العصفور وناكله لانه بيكون اكيد منا بذات الطريقه، منا معموله للاكل يعني. هلا شو بيستعمل، شو لشو بتنعمل؟ مثلا هيدي ريسيت حمص او شانفر. يعني كون البذر تبعها بينهرم بينحط بكثير مع الاكل وفينا ناخده لانه كثير صحي، بس نحن اللي عم نركز عليه. كيف عم نستعمل الشيا سيدز؟ تقريبا زيت الشيا، اذا طحناهم بصير كمان لونهم زيت الشيا، بنصير فينا زيت الشيا مع الحمص مع كثير من الاكل. هلا وهي كثير مهمه، الاويل تبعها هو كثير مهم. يعني هيدا اللي عم نشوفها قدامنا كل هالبرودكتس هي الهامب اويل. ليه بنستعمل هامب اويل؟ انا يعني ما بدي كثير فوت بالنيوتريشن فاكت تبعها تنفرج قديش فيرجن بتكون. صح، بس لك شو ليش الافونتاج؟ ليه هلا هي ترند وليه كثير عم نستعملها؟ لانه عاده في بالاويلز في يكون اوميجا 3 واوميجا 6. المشكل تبعهم انه اذا كان الاكيليبر يلي بيناتهم منه كثير ظابط، يعني مثلا في اوقات بيكون في 30 بواحد من اثنين. صح، هون كثير في بالانس كثير مهم، يعني 3 لواحد. فمشان هيك هي هلا محبذه من اكثر الاويلز يلي كثير هلا ترند صايره. هلا ليه بياخذوها؟ رح نحكي عن فوائدها الطبيه على السريع، بس بياخذوها اولا كرمال هيك، بس هي منا محبذه اذا بدك للقلي وهيك، يعني هي بس لا بس للسلطه وهيك للسلطه. صح، رح فرجي كمان صوره ثانيه لشو بيستعملون. هلا كمان عم تستعمل من كوزماتكس، يعني هون عم نشوف بينعمل منها كريم تنحط كثير منيحه للجلده وكثير شغله مهمه. وكيف ليه بياخذوها؟ لانه كمان كثير منيحه للكوليسترول وللقلب وهيدي الاشياء. صح، اللي عم تتاخد فيها، يعني هي هيدا الشيء كثير مهم نعرفه وللتنحيف عم بيقولوا كمان 100%. هول الفوائد
كثير كبيره. هلا هون كان عم شوف كيف بنخلطها، لانه لما نخلطها اوقات فيها تنحط مع بزر مع اشياء ثانيه بتتاخذ بالدريسنجز. بس فرجيك كمان كم استعمال هلا جديد عندنا تنفرجي كل شيء عن هيدا النبته. هون عم شوف شوكولا معمولين البزر من تحت هن الانبوز ومن فوق شوكولا. اوكي هيدي كثير هلا عم تنباع سايره. هون عم نشوف كيف عم بيبيعون، مثل كيف نحن بناخذ كورن فليكس مثلا بنحط اشياء مع الحليب، فينا ناخذ كمان الشانفر. وهيدي هون كمان شوكولا وشانفر، يعني هول معمولين كليا من الشانفر بس اكيد معهم شوكولا بزر بقلبهم. كثير مهمين، مش مثل صارت سبيس شوكليت هيدي حسب. بس ما هي الماده يلي اسمها التي اتش سي، يعني يلي هي اوقات بينخاف منها ما موجوده بهذه النبته، ممكن مش هيك ما موجوده هلا لان هيدي مقصله مش ما يكون فيها هيدي الماده. اوكي هلا هون كمان بس ارجع فرجيك للمشاهدين يعرفوا اللي حكيناه بالاول، يعني النبته اللي عم نشوفها كانوا من زمان بيزرعوها. ننسى الاستعمال يلي ما عم نحكي عنه، بتنحط بالمي هيدا النبته. من بعد ما تنحط بالمي الحبال لك كيف بصيروا يتفسخوا، يعني هون عم نشوف استعمالات قديمه منها. دونك مثل الجوت شوي، زيت الشيء مثل الجوت. اوكي بعدين هيدا بيستعملوا دونك بصيروا حبال عم نشوفهم. هول الحبال من بعد ما اكيد يعملون بصيروا كمان بعدين مثل قماش، يعني هي الفكره. هيدا زراعه بلمون بجيبون بعدين اكيد هون عم نشوف كيف هالحبال بيستعملوا. هلا لشو مستعملين؟ يعني نحن لما نكون بالسوق بنشوف حبال مثل هول فيهم يكونوا معمولين من هيدا النبته، يعني كثير منهم مش شوي بيكونوا معمولين من الهامب. هون عم نشوف الديكوراسيون، لما بيجي لعنا السنجري بيكون عنده هول الحبال بتكونوا كمان معمولين من الهامب. يعني شوفي قد ايه عندها هالاستعمالات الكثير كبيره. بيعملوا كتب وحاليا كمان عم تستعمل للكتب لانه بيقولوا انه كمان ليفغ دور مضبوط. وكثير كمان يعني محل ما نقطع شجر ونعملهم هيدا نبته بنزرعها بالسنه وبنشيلها سو فينا نرجع نستعملها. وتشوفي قد ايه شغله قديمه بترجع بتعطي كل سنه بنزرع، يعني كل سنه بنزرع سو وهي السيكل تبعها صغير، يعني خمس اشهر بنكون قطفناها. انه هيدا شغله مهمه. واو عم نشوف شغله كثير مهمه قدامنا، هي اول بايبل انطبعت بالعالم يلي هي اسمها البيبل تبع جوتنبرغ اذا بعد حافظ مزبوط. هيدا الورقه تبعها مطبوعه كمان على ورقه مزبوط. تشوفي قد ايه قديمه. وهيدي الصوره كمان هي الديكلاريشن اوف الاندبندنس تبع امريكا، كمان مطبوعه على ورقه شفر. غير هيدا بيستعملوها كثير للحيوانات مثل الليتيار، يعني اللي يحطوا الحيوانات بيقعدوا عليها مثل هيدا كمان فيكون محل انشاره. عندي كمان تشوفي الورق القديم المصاري كانوا يتبعوه على ورقه، يعني عم تشوفي قد ايه استعمالات يعني كثير كبيره. هول البابي اوقات بنشوفهم حاليا كمان عم نشوفهم بيستعملوا منها. هلا هون هيك رح تطلع شوي دعايه بس تنفرجيها، مثلا اديداس عندهم اسبادري اسمه هامب كليا معمول من الهول. هون في سكربينات، في بوتات بينعملوا كلهم 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 من هذه النبته. نشوفها هول كلهم ايكو فريندلي، يعني هون عم نشوف كمان كل هالبرودكتس مثلا تياب قمصان عم تشوفيهم كلهم. يعني كل ما بنشوف نحن هيدا اللوجو اللي هون عم تشوفه يلي هي هيدا الورقه بتكون عم بيعنوا انه هيدا القماش معمول من الهامب، يعني يلي هو كثير مهم. يعني كمان تشوفي قد ايه بعد في عندها استعمالات كوليفيشيه مثلا. هون عم نشوف هون هلا هون كمان فرجي كمان مش البنت اكيد، يعني الكوزمتكس هيدا الترند اوف كوزمتكس معمولين كمان من الهامب، يعني وشغله مش فستانه مش فستانه. اوكي وهون الهامب مزبوط. هيدا عملوا شغله عم بجربوا منها يعملوا فيول. هيدي السياره بتمشي على الهامب، يعني تشوف كيف بيرجعوا عم بحطوها مع بلاستيك تينعمل مثل مثلا هون شوسير كومبليتلي بلاستيك مع هامب. يعني وشغله كثير غريبه يلي هلا في شيء اسمه بيلدينغ ويز هامب، يلي شو عم بيعملوا؟ عم بيجيبوا هذا الهامب عم بيضغطوه عم بيصير تقريبا مثل حجار ليك كيف بيصيروا هولي، وعم بيعمروا كليا بيوت كليا من الهامب. يعني بيضغطوها بتصير انت عندك هيدا البيت مثلا عم تشوفه معمول كليا منها لانه هي كثير ايكو فريندلي. عم جربوا اكيد يستعملوها لبعدين ليك بيت بكامله ما في شيء ما في بيتون بس معمول كليا من هيدا النبته. دونك تشوفي كيف يعني قد ما فينا بسرعه فرجينا كل هالاستعمالات تبعها، ان كان البذر ان كان الورق تبعها كان هو كل شيء تعرفنا عن النبتة. يعني والأهم أنها إيكو فريندلي، يعني هيدا هي من أكثر نباتات عم تزرع كل ما هذا الشيء. حتى الأويل يعني مثل ما عم تقول في بالانس فيها دونك مفيد للكوليسترول إتسترا للأكل مش للأكل صح مش للقلي صح. Thank you Mark، بنرجع بنشوفك التلاتة. Have a nice weekend. مشاهدينا وقفة ومنتابع live.